خمس حقائق لا تعرفها عن عبيدة بن الجراح. 1- قتل أباه في غزوة بدر رغم محاولته تجنب ذلك، وقد نزلت بسببه آية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. 2- فقد أسنانه في حماية رسول الله يوم أحد حين أزال الحلقة الحديدية التي دخلت وجه النبي بفمه. 3- في معركة اليرموك كان أبو عبيدة القائد الأعلى للقوات الإسلامية، حيث تمكن المسلمون من هزيمة نصف مليون من الروم. 4- توفي أبو عبيدة بسبب طاعون عمواس، حيث رفض الفرار منه والعودة إلى المدينة. 5- كان أبو عبيدة سببا مباشرا في انتشار الإسلام في بلاد الشام.